ثم أعزائي المشاهدين في ضيفي وضيف حلقتكم لهذا الأسبوع مع رجل الأعمال المستثمر السوداني الأستاذ مهدي أبو مروان وشريكته السيدة هناء وهما شركاء في مطعم الخواجة في إمارة أجمان وبالتحديد في الراشدية. يعني دعنا أعزائي المشاهدين أن نتعرف على ضيفكم أكثر، وكما هي سيادة البرنامج أن نعرف السادة المشاهدين بضيفكم. وحفظا للألقاب بالبداية أستاذ مهدي أبو مروان، أسعد الله أوقاتك يا سيدي. وأسعد الله أوقاتك إن شاء الله. الله يعطيك العافية. الله يسلمك. يعني حبيك مطعم الخواجة. يعني ست هناء برضو أسعد الله أوقاتك، إحنا سعيدين بلقائكم وبوجودكم معنا ضمن أسرتنا المليونية برنامج كفاءات الإمارات وكلنا زائد. يا مرحبا بك، حياك حياك بمطعم الخواجة. الله يعطيك العافية. يعني بالبداية أستاذ مهدي، يعني كما جرت العادة في برنامجنا برنامج كفاءات الإمارات وكلنا زائد، وكحلقة توثيقية إن شاء الله لكم وللأجيال القادمة، أن نعرف السادة المشاهدين بضيفنا. الله يعطيك العافية. يعني بالبداية أستاذ مروان أبو مروان، أستاذ مهدي أبو مروان، أين ولدت وكيف نشأت وكيف كانت الانطلاقة في حياتك العلمية والعملية؟ تفضل يا سيدي. الله يعطيك العافية. مهدي محمد صالح من ولاية النيل الأبيض بالسودان. نعم. منطقة كوستي. تخرجت من جامعة النيل الأبيض علوم حاسوب. نعم. بعد تخرج من الجامعة مباشرة أتيت الإمارات وعملت بها موظف بعدة شركات. نعم. والحمد لله فكرت بعيدا عن الوظيفة، فكرت في البيزنس، والحمد لله ربنا وفقنا. بديت بداية بسيطة، إنه كان كافتيريا. متى تم دخولك دولة الإمارات العربية المتحدة؟ كيف اجتك فكرة مشروع مطعم الخواجة؟ والله أنا دخلت الإمارات في العام 2005، ومن قبل ما أجي هنا كان برضو عندي نفس النشاط بالسودان، بس ما كان بالصورة دي طبعا. يعني أنا اشتغلت كنت موظف لحد 2010، وكان حلمي في يوم من الأيام إنه أنا يكون عندي كافتيريا يعني أو مطعم، فهمت علي؟ والحمد لله يعني أنا فكرت من 2018 أو في أول 2018 إنه أنا أبدأ البيزنس، وحصلت دعم من الأخوان الحمد لله والشكر لله، وبديت بداية بسيطة، عملت كافتيريا، والحمد لله بفضل الأغارب بفضل الناس طورت المشروع من كافتيريا لمطعم، وبفضل الأخت هنا. يعني بعد ما حسيت بإنه أنا المشروع بدأ يكبر، أوكي، حسيت بإنه محتاج لشخص يعني بالضبط كده، يعني المشروع بيه كبير وممكن فوجدت الأخت هنا جزاها الله في خير. والله تقريبا في أواخر 2021 شهر 8/21. بدنا نعرف السادة المشاهدين من هي هناء باختصار، يعني وين عاشت حياتها، وين عاشت طفولتها، وين درست جامعتها، يعني السي في باختصار من هي هناء؟ هناء تاليسر من شمال السودان الأصل. نعم. الترعرة في الخرطوم. نعم. تولدت في الخرطوم، الابتدائية في الخرطوم، الثانوية في الخرطوم، كلها الجامعة جامعة السودان. نعم. هندسة برمجيات. نعم. بكالوريوس شرف. نعم. بعدين اشتغلت موظفة في مؤسسة أولها وزارة التعليم العالي. نعم. بعدها فكرت إنه أنتقل خارج السودان. نعم. أشوف أي زول يعني يكون في حياته في كل مرحلة بتعلمه حاجة. أكيد. بتخليه يشوف يتطور ويزيد ويتطور. نعم، وأكيد كل شخص بيكون في له طموح. أيوة. يعني بدنا نتكلم متى تم دخول دولة الإمارات العربية المتحدة، ونتكلم عن يعني عن مطعم الخواجة، يعني كيف يعني اجتك فكرة مشروع إنك تشارك الأستاذ مهدي أبو مروان وصولا إلى ما أنتوا عليه حاليا؟ دخلت الإمارات شهر 1/2021. نعم. يعني ليس ربي البلد. يعني ما شاء الله عليك. أيوة. حديث في هذا البلد. أيوة. يعني شو اللي خلاك تجي على دولة الإمارات العربية المتحدة، وأنت كمستثمرة سودانية كان متاح لك دول عديدة وكثيرة للاستثمار فيها، ليش بدأت تختار دولة الإمارات؟ والله دولة الإمارات يعني بتتيح الاستثمار فيها، متاح أول حاجة الأمن والاستقرار فيها، بعد النظام
يعني استعداد الإنسانية في الدولة. بتحس إنه أنت مرتاح؟ عن أبرز وأهم الخدمات اللي بقدمها هذا المطعم، ونتكلم عن أشهر الأطباق اللي بقدمها داخل هذا المطعم. الله يعطيك العافية. في البداية نحن كنا مركزين على نطاق الجانب السوداني، أوكي، لكن بعد ما تطورنا في المرحلة الأخيرة دخلنا الأكل الشرقي، دخلنا الأكل الهندي، الأكل الشرقي مشويات وشاورما، يعني هجين. يعني احنا هجين مطعم سوداني، أول مطعم ممكن في الإمارات سوداني يكون هجين يشمل الأكل السوداني، الأكل الشرقي، الأكل الهندي. ويعني بصدد ان شاء الله نحن حنفتح لنا فرع ثاني ان شاء الله في اماره ثانيه باذن الله تعالى، ونحاول نطور المطعم اكثر من كده ويكون عندنا براند. يعني وانا ما ذكرت في البدايه، اوكي، كيف جتك فكره اسم الخواش؟ ايوه، على الوالد. اوكي، الوالد هو طبعا كان يعني اسمه او كان لقبه الخواجه، اللقب عنده لقب كونيا الخواجه، نسبه لاصوله أصوله كانت أصول يونانية ما أصول سودانية. نعم. أوكي، لكن عايش بالسودان وتولد بالسودان وتوفى بالسودان رحمة الله عليه. الأردنية الخواجة معناها إنه الشيخ العشيري أو يعني إشي مميز داخل عشيرته أو قبيلته يعني. يلا نحن غير، نحن في السودان عندنا الخواجة يذكر على الأجنبي. أيوه. خاصة من أوروبي، من دول أوروبية وكذا. فالوالد كان من أصول يونانية وجات فكرة إنه أنا أسمي المطعم لأنه على اسم الوالد. والحمد لله والشكر لله الاسم يعني صدى له صدى بين الناس الحمد لله. ونتمنى نتمنى انه يكون ان شاء الله براند هذا قلنا باذن الله تعالى. الله يعطيك العافيه. والله طبعا احنا عندنا وجبات رئيسيه سودانيه اللي هي عندنا الاغاشي اللي هو ممكن يكون لحم وفراخ وسمك في نفس الوقت، بالاضافه للاكلات السودانيه الشعبيه اللي هي ممكن تقول عصيده، اوكي، او كسره بكل انواعها. يعني عندنا طبايخ بتتاكل مع الكسره مع القراصه، وبالاضافه للمشاوي ضفنا المشاوي وفي اللحمة الشيء دي من الطبق المفضل للسودانيين عندنا اللي هو اللحمة تكون مشوية على الفحم. نعم. دي من أفضل الأطباق عندنا بنقدمها في المطعم. نعم. طيب. نعم. ننتقل للست هناء. ست هناء بدنا نتكلم شوية عن مطعم الخواجة. يعني إيش الشيء اللي يميزكم عن المطاعم الثانية وخلاكم تكسب ثقة الناس؟ المعروف أصلاً إنك تقدم وجبات طعام لازم يكون عندك جودة، لازم يعني الطعم تبعك، لازم استقبالك من الزباين، طريقة التعامل، كل هذا بتفرق. يعني كل الزباين بيجوا بنرحب فيهم، طريقة تقديم الوجبات، إذا في أي انتقاد بنتقبله وبنخلص بنرحب. بالعكس الانتقاد هي أول وسيلة نجاح. نعم. فبنحرص جدا أي وجبة طالعة من المطبخ تكون على ذوق الزبون وتربية تماما. نعم. يعني عندنا وجبة هو ما ذكر يسموها دي السمك، سمك تقرعنا الطيب في ليه ولا همه؟ لا هو بولتي. نعم. كيف لا بولتي؟ نعم، هذا الشيء يميزكم يعني. نعم.
ستاف وفريق العمل الموجود معاكم داخل هذا المطعم، على أي أساس بتم اختيار الموظفين داخل هذا المطعم؟ والله طبعا بيتم بعد معاينات وكذا معاينة وبيطبقوا على المطبخ. أوكي، وطبعا أنا ذاتي يعني ممكن تقول علي شيف. أوكي، يعني هواية الطباخة عندي. فعندنا تقريبا 2-3 شيف سوداني وشيف سوري وشيف هندي وبعض المساعدين. أوكي، مساعدين للطباخين. اي نعم. فالحمد لله وشكر لله يعني وفقنا في اختيار جميع الشيف اللي عندنا. الحمد لله، يعني ما حصل يوم ذكر عن انه مثلا اكلنا فيه مشكله ولا فيه، يعني محمود عند الناس الحمد لله الاكل. الحمد لله وشكر لله، والحمد لله يعني والشكر لله انه وفقنا في اختيار الطباخين. الحمد لله. الحمد لله. ستنا اكيد كل بزنس ناجح داخل دوله الامارات العربيه المتحده وكل سيده اعمال ناجحه في دوله الامارات بيكون في لهم رؤيه مستقبليه خلال السنوات القادمه. نتكلم عن رؤيتكم المستقبليه ان شاء الله خلال الخمس سنوات القادمه، وين راح نشوف ست هناء؟ وين راح نشوف الاستاذ مهدي ابو مروان؟ وين راح نشوف مطعم الخواجه؟ والله مطعم الخواجه ان شاء الله راح تشوفه في كل الدول العالم ان شاء الله. ان شاء الله. مثل ماكدونالدز. ان شاء الله. بالعكس. بالعكس هذا طموح، يعني طموح يحترم. اساس المطعم السوداني، احنا بدنا كل الجنسيات يعني تذوق الاكل السوداني وننشر الثقافه بتاعت الاكل السوداني على معظم الدول. ايوه. السؤال، شو بتعني لك نعمه الامن والامان؟ وشو بتنصح المستثمرين اللي بالخارج الذين يريدون الاستثمار داخل دولة الإمارات؟ والله طبعا يعني نحن من جيد دخلت البلد 2005 وانا بنعم بنعمة الأمن والأمان بالإمارات، ويعني هي طبعا زي البلد الثاني بالنسبة لي، والحمد لله والشكر لله. يعني انا بنصح اي مستثمر، اوكي، حتى لو كان صغير في بداية، انه هي الدولة الوحيدة دولة الإمارات اللي ممكن أي شخص يقدر يعمل فيها استثمار أو بيزنس، نسبة للأمن اللي فيها والأمان، فهمت عليا؟ والحمد لله ما شفنا إلا كله خير من البلد ونعم البلد، الحمد لله والشكر لله. الحمد لله. ست هناء، شو بتعني لك نعمة الأمن والأمان؟ شو بتنصح المستثمرين من الخارج الذين يريدون الاستثمار داخل دولة الإمارات؟ والله بالنسبة للإنسان أهم شيء الاطمئنان، عنصر مهم جدا في أي شيء أنت مغضب عليه. حتى في جلوسك في البيت لازم تكون مطمئن ومستقر، فكونك انت تلاقي بلد فيها امن وامان وتقدر تعمل استثمارك وتطور من نفسك وتطور من منشاتك في حد ذاتك. صراحه يعني نشكر شيوخ الامارات، والامن والامان يعني بتساعد كثير في الاستثمار. وبنصح اي زول عنده العامل المادي متوفر واي كل حاجه متوفره، بقول انه هنا كل شيء متوفر، انت بس ما عليك ان انت تيجي تبدا وان شاء الله بالتوفيق ربنا يفرجها. نعم. يعني ست هناء، لو اردنا منك ايضا رساله الى حكام وشيوخ دوله الامارات العربيه المتحده على نعمه الامن والامان وعلى المناخ المهيئ للمستثمرين حقيقه من داخل دوله الامارات العربيه المتحده. والله انا بقول جزاهم الله خيرا عن كل شيء، هم سعيين جدا في تطوير البلاد، وكان يعني دولة الإمارات كانت وين وبقت وين في ثمن قليل، يعني شيء عظيم صراحة. بتمنى كمان بلد من السودان يصير نفس الإمارات إن شاء الله في وقت من الأوقات. فجزاهم الله على كل خير، على التسهيلات وعلى التصريحات وعلى الاستحام عن كل والإنسانية في البلد، كل حاجة بتوفرها وبيتخلي الواحد إنه هو يتجول كأنه قاعد في بلده. نعم. يعني استاذ مهدي ابو مروان، بدنا منك رساله شكر لحكام وشيوخ دوله الامارات العربيه المتحده، وكما ذكرت انك من عام 2005 في داخل دوله الامارات، يعني انتمائك الحقيقي لهذا الوطن. نعم. يعني لو اردنا منك رساله الى الوطن وقائد الوطن، وخصوصا بالذكر بدنا رساله خاصه الى صاحب سمو الشيخ حميد بن راشد العيني، كون البزنس تاعك في مرض دبي في مرض عجمان. عفوا، في مرض. طبعا الشكر يعني اشكر حكام الامارات، الشيخ خليفة بن زايد رئيس
دولة الإمارات ونائبه الشيخ محمد بن راشد وجميع حكام الإمارات وحاكم عجمان وولي العهد الشيخ عمار والشيخ راشد مدير التنفيذي لبلدية عجمان وكل المقيمين بالدولة. وأشكر الشكر رسالة الشكر للطاقم الذي يعمل عندي في الاستاف الذي يعمل عندي في المطعم، والشكر حتى للزبائن والكستمر اللي بيجونا ومستمرين معنا مما بدينا نحن، هم اللي الآن مستمرين معنا، وكل الداعمين وكل الأخوان. رسالة إلى شخص كان داعم لك خلال مسيرتك العلمية أو العمل الجنسي؟ والله الدعم الأول لمسيرتي العلمية هي كانت والدتي، وبالنسبة لمسيرتي العملية هي كانت أختي الكبيرة، هي كانت الداعم الأساسي للآن بتدعم فيها والدتي وأخواني وأختي للآن، مع أني أنا أكبرهم ما زالوا الآن واقفين معي ومتحمسين وعاوزين يشوفوني كبير وعاوزين يشوفوني متطور وللعالمية إن شاء الله بإذن الله تعالى بإذن الله. لو أردنا منك رسالة إلى شخص كان داعم لك وكان في له بصمة واضحة في حياتك، مين الشخص كان داعم لك؟ شو بتحب توجهي له رسالة عبر قناة الخليجية وصوت العرب؟ أنا الشخص الداعم لي أمي وأبوي طبعاً ناس البيت كلهم. الله يخلي لك إياهم يا رب. يحفظ لك الغالي. اللهم آمين. وفي كمان عمي وخالي، كان كمان عندي خالي بالإمارات هو اللي أصلاً حفظني على موضوع الإمارات وعلى الجاية وهيك يعني. بس أنت شو بتحب توجهي له رسالة عبر قناة الخليجية وصوت العرب؟ جزاهم الله خير وما قصروا ودعمنا دائما معانا، ونتمنى ان شاء الله انه قدم لهم ولو قليل من الدوام ان شاء الله. يا ستي احنا كمان بدورنا كاعلاميين نتمنى من عائله الاستاذ مهدي ابو مروان وعائله الست في دوام الصحه والعافيه ان شاء الله، يعني بضلوا خيمه ان شاء الله فوق روسكم باذن الله. شعبها هو سرها واجمل تلاحم بحرها معبرها، وشيوخها اللي للسحاب تجرها في حبها من حقها نرزف لها كلها نضربها اجمل مثل ونفلها، الله يحفظها ونبقى في الله.